مسيكم بالخير. قبل عم نحطكم بالجو، اسمعوا اسمعوا اذا بتريدوا عم نحطكم بالجو. يعني يبقى الواحد عنده مثلا سلاح قوي كثير وكذا، وبتطلع هيك عنده جنود كثير وعنده شو، بفكر انه خلص انا بنتصر. يعني بفكر العدو رح يجي من قدام ورح يجي يعني من المنطقة المتوقعة وإلى آخره. بيقوم بيكتشف بعدين إنه كل هالسلاح اللي جابوه، العناصر اللي جابها ما قتلت، خسر المعركة قبل أن يقاتل، مثل ما صار صدام حسين، خسر المعركة قبل أن يقاتل، يعني فاتوا له من البصرة. هو حاشد بالكويت، فاتوا له البصرة قطعوا عليه. فهي محور المقاومة اليوم، يعني ما أدرك قديش حجم الاختراق الهائل اللي فشل كل طاقته العسكرية، بفشلها بيوصلها للصفر. أولا طاقته العسكرية معتمدة على التماسك السياسي وعلى الحشد اللي وراه، يعني إنه ماسكن له أهله، ماسكن له أولاده، ماسكن له نسوانه، سايقينه بالحماس، ماشيين بالهيبة بالكذا، حاشد الناس جندي وعمد زمجر. طالما عدوة صغير وخفيف وعم ينتصروا على هالمعترين مثلا بسوريا أو على هالمعترين بلبنان أو على هالمعترين بالعراق، فبزمجروا يعني ببينوا إنه هني أقوياء جدا. I signed up to be a dasher, and I absolutely love it. The sign-up process is super easy, and there's opportunities in 4,000 cities. It's so fun and such an easy way to make. أما وقت اللي ببلش الهبج مثلاً، تتخبى هذه القيادات وبلش الطيران مثلاً، هاي الناس ما بتقاتل. ليش؟ لأن هاي الناس كلها عم تشتغل مع يعني مظاهر عملية، مظاهر عسكرية اسمها، مظاهر عسكرية مش حقيقة. لأنه ما عنده إيمان هو بهالقضية اللي عم يقاتل من شأنه. كله تمثيل التمثيل التمثيل ليقبض راتب. لا هو جاي يقاتل ولا هو مقتنع بكل هاي القصة. هو في النهاية زلمة مرتزق، يعني مستزلم لحتى يقبض له قرشين، يعني بضحكوا عليه بضحك عليه. هذه كان هيك كان هيك. فبالتالي وقت بتصير المعركة عن جد ما بيقاتل هذا الإنسان. جربوهم بجنوب لبنان، جربوهم بغيرها، ما قاتلوا يعني. مو هن اللي قاتلوا، رغم كل ما يقال انه هن اللي قاتلوا. ليس حزب الله الذي قاتل في 2006 بجنوب لبنان، قاتلوا مقاتلين فلسطينيين ومقاتلين سوريين، وكان في 3000 مقاتل سوري على الاقل متطوع، كان من دمشق ولا من حلب ولا من مخيم فلسطين ولا مخيم يرموك. وانا بعرف واحد قال لي 300 دولار ناخذ بالشهر، بنداوم 15 يوم بنرجع 15 يوم. نحن اللي عمليا الكتله الاساسيه للمقاومه بالجنوب 2006 كنا نحن، وقسم من مخيمات فلسطينيه بلبنان، وقسم هن اللي قاتلوا هذول. يعني هلا حزب الله هو نسوان واولاده فلوا، يعني ما بيقاتلوا، فلوا من الضاحيه، فلوا كلهم صاروا بسوريا. شفتوهم يعني، شفتوهم يعني، مع انه يعني ما انقصف مدنيين، ما انقصف مناطق مدنيين، قصف جسر، انقصف يعني شغلات عاديه، وغارة واحدة كل يوم هيك المساء تطلع لها طيارتين تضرب لها ضربين وخلص، ما في شيء. بس هن هربوا، هربوا بقدهم وقديمهم. حتى حسن نصر الله راح سكن الشام، إذاعة المنار صارت بس من فندق الباندوم جنب فندق الشام، وكانت مكاتبها بدار المهندسين. يعني ما قتلتوا ولا بتقتلوا كذابين. الجيش السوري حدث ولا عرف، يعني بس تكون معركة خارجية. الجيش العراقي وقت كانت معركة مع التحالف شفتوا يعني كيف يعني شو عمل. بس وقت الجيش السوري فتحوا له الحرب مع ناس عزال مثلا، يا لطيف ما اشطروا. حزب الله مع ناس عزال، يا لطيف ما اشطروا. وقت اللي بلش يصطدم بالمجموعات مقاتله حقيقيه بهدل، يعني بكل المحلات، بكل المحلات بهدل، رغم كل التفوق اللي عنده، يعني ما حسن يقاتل. فهذا اللي عم تعتمدوا عليه، انه عندكم عدد كبير، عندكم حشد مليون، عندكم شو، شوفوا الوضع الاقتصادي، شوفوا الوضع الناس كيف معكم ولا مو معكم. هاي المقاتلين عم حقا بتقاتل ولا عم تضحك عليكم، عم تكذب عليكم. فكل هاي العوامل مو حاسبين، عايشين بسكرانين بخمر الايديولوجيات وخمر اللطم وخمر شو اسمه، بيكذبوا على بعضهم. مجموعه تكاذب، محور المقاومه هو مجموعه تكاذب لانتهازيين، يعني مربين شوارب بس هن طنطاط، طنط مربين شوارب. يعني نفس الشيء
ما في شيء، ما شفنا انه هني يعني مقاتلين اشاوس ولا هني مثلا عندهم. ولك هيدا المقاتلين تبعهم شون عباد وسالم وسالم الزعران وهالمجموعات فيرا يمين، كلام فاضي على الفاضي على الفاضي. كريم بكردوني بيحطوه على الميادين وبيصير يعمل هيك قول هو بيعرف انه هذا المشنوق وهالمجموعات هيدي جماعتهم. العالم كله عارف هالشي، مثل ما حكيت ما فيهني قتله حكي كلام فاضي كريم فاضي. وقت اللي بدها تجي المعركة ما حد منن بيقدر لك بتصير تهرب الناس ولو كفي إذا بتريد كفي ارتباط بمجتمعهم أو خادمين مجتمعهم أو شيء. شوفوا الشعب اللبناني كيف عايش، شوفوا الشعب السوري كيف عايش، شوفوا الشعب العراقي كيف عايش، شوفوا الشعب لبنان كيف عايش، حتى الشيعة يعني يعني بتذكروا من زمان أول ما أجا حزب الله كان يعطي للبنت لحتى تلبس هذا الشادور يعطيها $50 بالشهر معاش، بس لبسينا مشان الله بهدلتونا خير. ما في عنده حاضنة متعصبة منين بيخلقها هاي الحاضنة تبعت الشادور؟ عملها بالمصاري بالفلوس أول شيء، بعدين صار مين بده يحط ولده بمدرسة، مين بده يروح على مستشفى، مين بده كذا. عنده 250,000 عائلة اليوم متعيشة تماما على حزب الله، على حزب الله. يعني ما في ناس كتير، في ناس كتير اليوم إذا حزب الله بيرفع إيده عنهم بموتوا من الجوع، لأنه أكلهم شربهم لبسهم مدارسهم مشافيهم كلها منه يعني. وبالتالي مصدق إنه هو شعبيته، لا الناس عايشة على راتبك يعني. فهلا وقت اللي ما عاد عندك مولد غير الحشيش والكابتيجون وكذا، وقت اللي بيحاصروا المجتمع وبيفلسوا لك البنوك تبعك ويقطعوا لك مصادر التمويل، لا لا شوف هاي الحاضنة تبعتك شو رح تعطيك وشو رح قديش رح تتحملك يعني. ولا ان كان حاضنة النظام السوري ولا ان كان حاضنة النظام العراقي. اذا الحصار الاقتصادي اللي انتم ما انتبهتوا على قدرته وقيمته ذبحكم ذبح يعني. مو هيك ايران يعني بفكر ايران يعني هي مهتمة فعلا يعني Brothers and sisters, alhamdulillah, we have wrapped up. كفي دكتور. قاتل أمريكا ولا شيء ولا هي بدها نظام البلالي بده يثبت حاله بحكم إيران وما رح يخلوه. خذها مني يعني ما رح يخلوه، رح يشلحوه شوي شوي كل شيء يعني. كل شيء عنده. وهي الصواريخ يعني مصممة كي تصدق وتموت على الأرض اللبنانية، ما لح تنظر. جرب ضرب صاروخ لشوف هاي اللي جبته أنه الألف صاروخ الذكي اللي عم تهدد فيهم إسرائيل. يا بتسلمهم بكرة شوف، يا بتسلمهم أنت بإيدك ها تروح بتسلمهم بدفك فوقهم، أو أنه بدهم يصدوا على الأرض عندهم. حتى ضرب ما لح يضربون لأنه بكلفوهم مصاري، عندهم طرق أسهل لتفكيك هذه الصواريخ. فكل هالحشد وكل هالمصاري وكل هالمعارك اللي خطها واللي عملته بلبنان والاغتيالات، قتلت الحريري، قتلت 30 شخصية كله على أساس أنه رح تنتصر تحرر فلسطين، عمليا سوف تسقط بيروت وتطبع وتسقط دمشق وتطبع وتسقط بغداد وتطبع ثم تسقط طهران وتطبع. بس تطبعوا كلكم يعني ساعتها بتكتب. دكتور اسمعني كتير منيح، سرقوا هالمال العام بس وبيشتروا الناس تقوطلوا ومعتقدين بتدوم معهم، بدهم يطبعوا كلهم. بس الشعب اللبناني ما عم بينظم حاله ندفع حتى نساعده أكتر ما هو متصور، إلا قاعدين ما بدي أحكي أكتر. إيه ما بقى نعرف كلام، مش بدي أحكي، ما بدي أحكي كتير. تفضل دكتور، الله يخليك. بشوف انه محور المقاومة كله كان فقط لقتل الشعوب ولتدمير هذه الشعوب. صحيح الحكي، فقط ما عملتوا شيء، لا بتعملوا شيء ولا يمكن انه تعملوا شيء. صحيح الحكي، ولا عندكم الادوات ولا عندكم الوسائل، ما عندكم غير الزعبره والايديولوجيا. صحيح الحكي، والحكي بلطامي. صحيح جون عباد ونهاد المشنوع كريم بكر صفر ليس لكم. مشكلتكم انه في حدا جبان اسرائيل خايف منه. ايه جوزيف المعريوي تهريجي، جوزيف المعريوي بفيد خيو لويس من برا وبيحكي على سليمان فرنجي وعمرته يعني وعلى مرته وعلى بنته، ولكن لويس المعريوي بيدير باله ولا جوزيف خيو ولا شيء. ليه؟ لانه ما وقفته على اساس منطق ثابت يعني.
خيركم خيركم لأهلي. بس أنت بدك تروح تقاتل دولة خارجية عدوية، بدك تحشد ناسك، تقوي مجتمعك، أي ناس، تعليم، تقوي الصناعة، تقوي، أي ناس، تحشد نجل ناسك حواليك، أي ناس، تبني مقاتل حقيقي، مؤمن حقيقي. لا، بتروح بدك تمول المقاومة من الحشيش والكابتيجون والبالتان والمدل. هذا معقول يعني؟ صحيح، معقول مقاومة إسلامية تتمول بالكابتيجون؟ يعني اللي بتبيعوا للدول الإسلامية، يعني وين راحين تبيعوا؟ بمصر وتبيعوا بالسعودية؟ صحيح تبيعوا صحيح باليونان. صحيح، معقول يعني؟ معلش يسأل حالك سؤال يعني الغاية تبرر الوسيلة. ماذا حرام؟ كيف أنت بتشتغل؟ لعن الله حامله وصانعه، ملعون يعني، الله لعنك قبل ما يعني، هو الخمر ملعون، فما بالك بالمخدرات يعني. هذه منظمات يعني، معلش يسمحوا لي، أي منظمة؟ لك يا دكتور، كان هيك حافظ الأسد وكل جهازه بيتكلوا على واحد هو ابنه بيشتغل على طرمبة بنزين، أنه قطلوا لهيدا الصغرتاوي اللي هونيك، أو واحدة مليك عم تبزق عليها، بتعرف بنت الرئيس روني معود بتعطيها خبرية، قول هي صورة لم تطلع على هالناس بتقرف، تقول خيي والله يا حسن نصر الله حكيم لبنان، وأنه بيقطلها، وأنه إيه، وبيجي بنت ب$600 وبدها. وإيش بدي أحكي لك ولك دكتور، والله العظيم بآخر المطاف سليمان فرنجي وعائلته بدهم يفوتوا على الحبس، وميشيل عون ومرته وبناته وأسرته بدهم يفوتوا على الحبس، وينفتح تحقيق عليهم. مش اليوم عبكروا هني معطودين المليارات اللي سرقوها، بيشتروا الناس وكرامات الناس، معطودين بأنه بيقدروا يعملوها، وعلموا جدهم هيك، بيعلموهن هالكلام الفاضي. ما ننعرفين إيش معنية شعب سوريا وثورة بسوريا. كفي دكتور، الله يخليك، كفي. بنت نفسها بس يعني طربوش مقاومة، هي بالحقيقة كلها شر وفساد. مقاومة إسلامية لا هي مقاومة، هي تسلط على شعوب، وهي شر وفساد وكذا بنمطها بتكوين الداخل، تكوين بعلاقات الداخل. فلا تغركم طربوش يعني، والله هذا تربة الشعب الفلسطيني، هدول مقاومة. لك يا عم مش مقاومة، انت عم تقول اسلام، اسلام بدعي لتجارة المخدرات، معناتها انت ما انك شايف الاسلام كله ولا انك قابضه. فكيف بدي اسميك اسلامي اذا انت ما انك قابض الاسلام؟ كيف بدي اعتمد على ضميرك الحي وعلى رحت دبحت المسلمين؟ طبيعي لانك انت بالاصل ما انك شايف من الاسلام الا انه يعني وسيلة للضحك على الناس، يعني هو آلة نصب واحتيال. مثل وقت لأحدهم يدروا على الجامعة، بيطلع من الدكان بيلبس هالعباية، بيحمل هالمسبحة، بيطلع من الدكان بيروح بيصلي الجمعة، والله شو شو هذا اسمه آلة نصب الاحتيال. يقولوا عنه تاجر آدمي بيخاف الله، فوت لعنده على المحل يلطك سعر متر القماش ثلاث أضعاف، لا بيخاف الله ولا بيخاف. هذا يعني النصب، إذا صف الدين نصب واحتيال. هاي المقاومة صفت عدة للنصب، النصب والاحتيال، استخدموا الدين عدة للنصب والاحتيال بدليل ما فعلوا بسوريا. صحيح، بدهم يقاوموا إسرائيل فراحوا ذبحوا الشعب السوري. صحيح، ذبحوا أطفال، ذبحوا نساء، هجروهم إيه بكل دم بارد وبكل صحيح. يعني منفخة، وعلنا بيقولوا نحن اللي عملنا. نعم نعم، بيدفشوا الناس. معناتها انتوا عم تنصروا الاسلام والمسلمين. بك يا دكتور ابعد من هيك، بيحطوا الناس. بك لو بيعرفوا يهود وبيقعدوا مع اليهود ما كانوا بيكرهوهم، ولكن شيء بيبكي، شيء بيحزن اساليبهم. كفي دكتور، تفضل. الاسلام والمسلمين هو انت بس. Optimum's best offer ever just got even better. Get 300 meg internet and live TV with built-in streaming apps. Now for old. بس انت ولادك يعني ولا صحيح. فمحور المقاومه اللي مبين هلا انه قوي وقادر ومدري شو كذا والى اخره، مؤتمر صغير عملوه الروس والعرب والاسرائيليين، يعني فرطوا لهم يا فرط، يعني ما في غير ايران لوحدها، ايران لوحدها يعني، لموها بلمه واحده يعني، بتعرفوا يعني سرب الخبر انه جمعوهم. شو خيو بتكون ايران ولا يعني انت يا روسيا شو بدك من إيران؟ شان تعلي نفوذ المنطقة؟ هاي تفضلي، هاي سوريا لح تدل معك، ولبنان لح تصير معك، والعراق لح تصير معك، والسعودية والدول الخليج كلها، ومصر، وهي تركيا معك، وإيدك. شو بدك بإيران؟ تركيا إيران كلمتين صغار حكاهم يعني مندوب المخابرات الإسرائيلية، قنعوا للروسي تفضل، هاي دول المنطقة
الخليج بكذا. منطقة النفوذ الأمريكية اليوم بايدن عم يسب عليهم وعم يطالبهم بحقوق الإنسان وبده يحاكمهم على جرائم حقوق الإنسان. اشتريهم، اشتراهم على السريع، وهن كانوا خايفين من الـ يعني من الإيراني، ومن بعلانين بين الأمريكي وبين الإيراني وكذا، نفذوا. تجر روسي أنقذهم، أنقذهم الإسرائيلي له مصلحة يطالع الإيراني، فخسروا يعني. ببساطة كثير يعني بايدن بيرفع السقف، شو اسمه الروسي بيشتري، لعبهم يعني ذكاء، لعبة عقل. ف 14-15 دولة اتفقوا على محور لإخراج إيران، تشكيل مجلس عسكري. من أي حال بدنا إياه نحن؟ شو بدنا؟ لكن يعني الأمور بتمشي. إذا بتريدوا سماعتكن أول ببارك اترت عليكم بالوقت، برجع بسمعكن التاني. إذا لاحظت لكم هذا واحد على اثنين والتاني بيجي، أهلا وسهلا فيكم. إن شاء الله بتكونوا سهرونين تتسلوا وتسمعوا. كل واحد بصغرته بده يسمع بإيدي، مش حسن نصر الله بيعمل أصبعه هيك. بدكن تكونوا جان عباد وكريم بكرادوني ونهاد المشنوع، كل واحد منكم، وبتعملوا ميل، ميل الكذب والاحتيال. بيروح جان عباد عند سونيا بنت سليمان فرنجي، السوريين مودين مساج تتوصل البيها انه هي بتحكي مع بيها وبتقله، وبيصير يهيئها ويصير يزبطه. واحد بده يحكي المعلومات اللي بنسمعها هون بتشيب العقر يا جماعة. شو هين لبنان على السرقة وعن هي؟ بأمركم اسمعوا واسمعوا، لتعتلوهم كل شي مرقوب، كل شي مرقوب لتعتلوهم. بأمركم.